كل اللي كانت بتعمله وزارة الصحة انها بتشكل لجنة لكتابة المواصفات بتاعت الألبان، ثم لجنة للبت بعد ما بتيجي هذه الألبان. لكن اللي كانت بتشتري او بتطرح المناقصة او هي شركة واحدة، الا وهي الشركة المصرية القابضة اللي حضرتك اتكلمت عليها. نعم. الشركة المصرية القابضة دهيت كانت هي المتحكمة فعلا في هذا اللبن، وهي شركة مصرية بحتة. كويس قوي. لما جيت ناقشتهم قالوا لي احنا اولا في النوعية، قلت لهم في بعض الناس بتشتكي من نوعية اللبن، والدكتورة زينب نفسها قالت ان اللبن اللي جه هي شمت ريحته لقت ان ريحته ما تقدرش ان هي تستحملها، واقرت هذا الكلام. وفي علما بان اللبن اللي موجود في الصيدليات، اللبن اللي بتستورده الشركات الاخرى الاجنبية وخلافه، طعمه جميل جدا جدا، حتى لدرجة ان ساعات الناس بتاخده بتحلي بيه اللبن. فقلت لهم هل الكلام ده؟ قالوا والله ده حسب المواصفات، واحنا بنجيب اللي بيحدد اللجنة او بيحدد النوعية، واللي بيبت في النوعية لجنة من اساتذة انتم اللي بتحددوه. لما رجعت لقيت ان الدكتور عادل العدوي كان لغى هذه المناقصه،